هل يجوز للأم أن تأخذ من مال زوجها لتشتري بعض أغراض المنزل المهمة بدون علمه؟ الأصل أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالمعروف، إيواء وطعاما وشرابا وكساء ودواء. وقد قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقداره. فإن بخل بالنفقة الواجبة جاز لها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف في غير تقتيل ولا تبذير. في الباب حديث هند بنت عتبة، والحديث في صحيح ابن ماجه قال: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هند هذه كانت لها قصة طبعا تعرفونها، لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. يعني كنت بكرهك وأكره عشيرتك واللي حواليك كل حد له. ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قال: إن أبا سفيان رجل مسيك صيغة يعني ولا يعين شحية، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عياننا؟ قال: لا حرج عليك أن تطعميه من معروف. طبعا إذا أمكن أن تأتمر في هذا بينها وبين زوجها بالمعروف من غير أن تأخذ بغير إذنه ولا علمه، فهذا أولى لها، فأولى أن تصطلح معه على قدر من النفقة مناسب، لأن أخذها بغير علمه قد يثير حفيظته ويؤجج نيران غضبه إذا اكتشفه فجأة، والعاقل من عرف زمانه. لكن على كل حال هي معها رخصة نبوية بهذا، لا تثريب عليها إن هي فعلت ذلك. بارك الله فيكم جميعا، اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، اللهم آمين.